المهاجرين إن شاء الله بنعاود النشاط الثقافي في نقابة المرشدين السياحيين بالجيزة، وبنبدأ مع الدكتور الجميل صديقنا العزيز الأستاذ الدكتور خالد حميد. إن شاء الله عودة حميد، ويا رب كده دايما نتجمع على خير. أولى المحاضرات النهاردة بنعملها لايف تسهيلا على السادة المرشدين من نقابة المرشدين السياحيين بالجيزة وشمال الصعيد. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر حضراتكم، بشكر الحاج احمد نور كتير على الدعوه الكريمه ان احنا نبدا، وهو دي عادته يعني ولا هيشتريها، ان هي تبقى الدنيا فيها حركه، لان يعني الحياه لازم تستمر وان شاء الله هيكون اللي جاي افضل. الحقيقه النهارده هنتكلم في موضوع زي ما بنقول بالبلدي كده، موضوع احنا بنسخن منه، عارفين كلمه واحد بيسخن في الكوره علشان ندخل بتقولنا. كنت اتمنى القاعه وانا ببص دلوقتي قدامي، مفيش قدامي غير الحاج احمد انا وهو اللي موجودين مع بعض، واخونا العزيز الاستاذ احمد ساري، يعني كنت اتمنى العدد الموجود ونفتح باب المناسبه، لكن ان سمح لي الاستاذ احمد نور هيكون متاح بعد ما ننهي عشان ما نوقفش، ان على صفحه النقابه برضو باي وسيله التواصل او على الواتساب ابعتوا لي اي سؤال يروق لحضراتكم وانا هرد عليه، علشان نعرف قيمه مصر في مرحلة من أخطر مراحلها، وهي مرحلة العصر المتأثر. تعالوا نشوف سفر نحوم قال إيه علشان نعرف قيمة البلد دي. من أجل زينة الزانية الحسنة الجمال صاحبة السحر البائعة أمما بزناها وقبائل بسحرها، ها أنا ذا عليك يقول رب الجنود، سأكشف أذيالك وأري الأمم عورتك والممالك خزيك، وأطرح عليك أوساخا وأهيني وأجعلك عبرة، ويكون كل من يراك يهرب منك ويقول خربت نينوى. نينوى عاصمة الأشوريين. بص بقى بيقول لها إيه بعد كده، بيخاطبها يقول لها إيه، من أين أين أطلب لك المعزين، هل أنت أفضل من نو أمون؟ أنت مش أحلى من نيوت أمون، أنت مش أحلى من طيبة، أنت مش أحلى من مصر. هكذا كانت نظرة الثورة بشكل كبير إلى مصر في هذه المرحلة. في هذه المرحلة مصر بدأت تجد الأمور بشكل كبير في مرحلة تداخل على، طبعا انتم متعودين بتحضروا معايا بنشرب واحنا قاعدين، عايز بس احاول اخلي كل الصورة تبقى لايف يعني. هنا تعالوا نشوف بقى في المرحلة دي ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل ان مصر مع دخول الاشوريين وتدمير واشور بني بالي يكسر، مصر بتستفيق. بتستفيق لمين؟ بملك مصري با اسمتك، الراجل بتاع ميتك. مين هو ميتك؟ ميتك معبود مصري على هيئة الأسد، عبد فيه ثالث، عبد في شرق الدلتا، وقيل بأنه كون مع ميحي في ونيد ثالوث إلهي كان يعبد في منطقة ثالث. مصر فتحت تجارة على البحر المتوسط، مصر وقفت في عصر الأسرة 26 مع البلد العظيم بسماتيك الأول. بسماتيك الأول هو ابن نخاو الأول، ابن نخاو الاول، لان انا لما باجي اتكلم في التاريخ اقول الملك نخاو، بعدين يجي البعض يقول لي نخاو، نخاو الثاني، نيكاو، البعض بيترجم الكلمه دي المنتمي الى الثيران او الى الابطال، ني بالهيروغليفي يعني هو بيلونجينج تو، المنتمي الى الثيران. الراجل ده كانت عاصمته فين يا استاذ احمد؟ كانت عاصمته الى صال حجر اللي هي مركز بسيون غربيه، والراجل كان ابوه نخاو معتمد على انه مهادن ومتابع وراجل جيد وعلاقته مش وحشه مع الاشوريين، لكن بسماتيك قدر انه يخرج من عبايه ابوه ويبدا يكون ملك قائم بالعمل. هل الناس اللي كانوا موجودين تركوه في حاله؟ يا ريت تركوه في حاله، دولات صاروا وقفوله، وعلشان كده هيرودوت لما جالي مصر 450 قبل الميلاد في القرن الخامس قال لي ايه؟ قال لي خلي بالك، ده انا عندي قصه لطيفه بتقول ان بسماتيك ده ما كانش من حقه يبقى ملك. امال بقى ملك ازاي؟ قال لك ان كهنه المعبد قالوا ان في 12 واحد مختلفين، وان الاله فايستوس هو اللي هيدي حقيقه العرش للي هيشرب النبيذ بتاع معبد فايستوس كل يوم الصبح في اناء من البرونز. كانوا الكهنه يخشوا يدوا زي ما الحاج احمد بيشاور لي الكوبايه بتاعته، يخشوا وهم ماسكين اواني ذهب ويدوا لكل واحد، وبسماتيك قاعد في الصف. القصه بتقول انه في يوم داخل الكاهن وبيقدم الاواني، فبيدي كل واحد اناء، وصل لبسماتيك لقى معهوش اناء،
فوقف بسرعه وراح بسماتيك قالع الخوذه البرونز بتاعته وشرب فيها، فكان ده اعلان عن انه تحققت نبوءه الاله. من هنا اصبح الملك ده هو ملك طرد الاشوريين، اعتمد على مشاكله، ولكنه ادخل الايونيين لاول مره في الحضاره المصريه. الايونيين دخلوا مصر ليه؟ كمرتزقه. وهنا هفكر حضراتكم باللي قلناه في المكان ده برضو من مده طويله لما عملنا محاضره عن مصر واليونان وبدانا العصر البطلمي. طبعا بحاول اعيشكم في الصوره، طبعا سامعين الشارع ده ما كنا بنعاني منه. لما بدات العلاقه قلت بعضكم ان العلاقه ما بين مصر واليونان قصه 26، لا دي المرحله اللي دخلوا لي مرتزق. لكن قبل كده كانوا عندي بيبقوا تجار، لقينا ياسمينه، لقينا الحاوني جو بتذكر في نصوص من الدوله الروس. انا على فكره الحاوني جو كنت دايما بقول ذكرت مع حطب ام احمد. انا شفت في قصه سنوي قصه غريبه جدا او نص غريب بيتكلم على الحاوني جو، يعني كمان انا سمعت عنهم دوله وسطى. عندنا تمثال لواحد اسمه وسر في اليونان دوله وسطى، يعني اذا العلاقه ما كانتش جابهم وابتدى يحاسبهم، فابتدوا هم بيقبضوا يعملوا ايه؟ عايزين ياخدوا مرتبهم، فيديهم الدبل اللي هو 91 جرام يوزن، فقالوا له لا انت ده، قال لهم ده 91 جرام، دي كام دبل؟ 3 دبل، طب اكتب على البتاع كده 3، فضرب 3 عليه، شفت انا قلت ضرب، سك عليه، وكان هنا بدايه سك العمله، ده على الرغم من ان اول عمله مصريه معروفه بشكل مؤكد ترجع للاسره 30، يعني ترجع للقرن 4 قبل الميلاد. بسماتيك استعان بالناس دول، اشتغل معاهم، ساعدوه كتير جدا، خد القاب بتدي معنى السيطره والقوه. قدر ان مصر تعيش مرحله كبيره. خلفوا على الحكم مين؟ خلفوا على الحكم ابنه نيكاو الثاني، او نيكاو زي ما قلت لحضراتكم، نيكاو الثاني هو الابن اللي جه بعد ابوه. نيكاو لما جه بعد ابوه عمل ايه؟ ابتدى يشتغل على حدوته. لقى مين اللي طالع له من المكان ده؟ اللي طالع له من المكان ده بشكل قوي جدا كانوا الاعداء بتوعنا. مين هم؟ البابليين. الاشوريين نجمهم خفت، البابليين ابتدى نجمهم يطلع، كان على نيكاو انه يقاومه. انتصر. على فكره عهد نيكاو شهد عندي حاجه مهمه جدا، شهد عندي اول علاقه مباشره جيده ما بيني وما بين اليهود. عارفين يعني ايه؟ تبقى علاقتي باليهود حلوه، ما كانتش قبل كده موجوده. ابتدى يتقرب من الالهه وابتدى يقربهم وحاول انه يبعد البابليين عن مصر، وقدروا انه ينجح. لكن البابليين استردوا نفسهم مره ثانيه وقدروا ان هم يضربوا، ما يضربوش مصر، ضربوا حاكم اورشليم اليهودي اللي هو وقف مع الملك المصري نيكاو، هم وقفوا ضده وضربوه البابليين. في اللحظه دي نيكاو استشعر الامر غير مجدي. فعمل ايه نيكاو؟ عمل حاجة لطيفة جدا. نيكاو راح لافف، لما وجد ان حكام بابل ونبوخذ نصر الملك البابلي اتهزم كمان عند قرقميش الجيش المصري، الراجل عمل ايه؟ رجع وابتدى يشتغل بالتجارة. التجارة ليه؟ انه عمل قصة الدوران حوالين البحر اللي هي القصة، وقيل انه وصل لغاية منطقة سموها أعمدة هيراكليس. أعمدة هيراكليس اللي هي دلوقتي منطقة جبل طارق، مضيق جبل طارق. وعمل تجارة كبيرة، بل إنه عشان يقفل على البابليين أي تقدم قيل بإنه تزوج بنت، بإن الملك البابلي تزوج من إحدى سيدات عائلة نيكاو، بالمناسبة كان اسمها نيتوكريس. هو اتجوز اتنين، سيميراميس القصة الشهيرة اللي هي الثانية المصرية اللي هي نيتوكريس، والقصة بتاعت سيراميس والقصة سيميراميس والقصة الكبيرة اللي احنا عارفينها ومش مجالها نتكلم عليها. نيكاو بينسب إلى عهده قيامه بإنه يعمل قناة سيزوستريس. طيب خليني عند قناة سيزوستريس، هقول في معلومة سريعة جدا ممكن نعمل محاضرة كاملة عن ما يسمى قناة سيزوستريس. مفيش قناة اسمها قناة سيزوستريس. هذه القناة ملهاش علاقة بالأوضة 26، ملهاش علاقة بسلوسيرك، أهم من ده ومن ده، ملهاش علاقة بقناة السويس. لأن بعض الناس بيخطئ قناة سيزوستريس وإحنا بنحتفل بافتتاح قناة السويس يقول لك إيه؟ يا سلام ده الفراعنة عارفينها. قناة السويس تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط. قناة سيزوستريس تربط النيل بالبحر الأحمر. واسم سيزوستريس اللي البعض بيفسره سون السر يراه البعض إنها مرحلة حاول فيها المصريون أن يتقربوا أو يتمسحوا في أجدادهم اليونان في فترة شهدت احتلالات كثيرة مرت على مصر.
لكن النخاو زي ما قلت عمل على كده واشتغل عليها. طيب مين اللي حفر القناه؟ غالبا عندي اربع لوحات موجودين باسم ملك فارسي اسمه دارا الاول. دارا الاول له اربع لوحات لقيناهم بين مناطق الانطره والشرقيه. لما رحنا المتحف المصري يمكن ثلاث مرات نقابه الجيزه مشكور عملت ده معايا، وريت مره الزملاء لوحه على قدام قاعه 34 في الدور الارضي او في الارضيه الدور الاول من المتحف. القاعه دي شفنا لوحه من الاربع لوحات بتوع دارا، وفيها امكانيه بديعه ان دارا، لا انا بخبط لنفسي حاجه بخبط لنفسي فيها امكانيه بديعه بتقرا لي ان دارا غالبا هو اللي بدا واكتملت سعاده بطليموس الثاني. القناه دي اللي عرفني انها ما كانتش موجوده مثلا دوله حديث. لو بقول سيزوف 3 برديه هاريس لما بتتكلم، ورحله بونت حتشبسوت، حتشبسوت لما نزلت التجاره اللي جايه من بونت بحر احمر اتنقلت ازاي من البحر الاحمر للاقصر بري؟ لو في قناه تربط البحر الاحمر بالنيل كانت حتشبسوت كملتها لي والقصه بقت مفهومه. رمسيس الثالث في هاريس ما جابش سيره ان البضاعه اللي جايه من موانئ البحر الاحمر جايه على مصر او جايه على طيبه من النيل، اسف جايه من المنطقه بري. نخاو جه بعديه بسماتيك الثاني. بسماتيك الثاني لما وصل الى الحب كان له مكانه كبيره جدا، وعمل رحله كبيره او عمل حمله الى اسيا، كانت حمله اقرب ما تكون انها تكون حمله نقول ايه؟ حمله وان مان شو، يعني واحد كده جباح بيعرض وواحد بيقدم نفسه وبيوري نفسه الدنيا ازاي، لدرجه ان بوتاسيتيمو قائد الاجانب اللي كانوا معاه ذكر على احد تماثيل التمثال الثاني على البوابه الشماليه لمعبد ابو سمبل الكبير كتب كده، قال بعد ان وصل الملك الى اليفانتين كتب هذه العبارات مع من ابحره مع بسماتيكوس ابن سيوكليس، صعدوا الى معبد سيوس كيوس. معبد كيوس ده منطقه ممتده عندي الى مناطق سوريا، يعني هنا منطقه انا دخلتها، بس لما رحت ناحيه سوريا انا رحت علاقه تجاريه. طب علاقتي اللي مش تجاريه، ملاحظه غريبه ان الملك اتجه الى نباته وفي نباته عمل حمله ودمرها. فالتدمير هنا مهم قوي نتكلم عليه لانه مرتبط ببدايه حضاره كانت موجوده في المنطقه دي اسمها الحضاره المرويه. دمر هو المكان. طب هنا بقى ليه دمر المكان؟ ربما ان الكوشيين اللي كانوا هناك حاولوا يستغلوا المشاكل اللي حصلت مع الاشوريين ومع عصر بسماتيك الاول ونخاو الثاني وحاولوا ينفصلوا، علشان كده بسماتيك الثاني جه دمر عليهم الامر ده. طيب بعد موت بسماتيك جه ابنه سيء الحظ ابريس واحد ابره. ليه بقول عليه سيء الحظ يا حاج احمد؟ لانه راجل ما دخلش حرب الا واتهزم فيها، مع انه كان حسن النيه في كل ما يخوضه من حروب. الراجل في كل القابه لما نقراها بالهيروغليفي نقول انه بيرسخ قوه حكم مصر، قوة الأرضين. لقينا له فيه وأنتوا داخلين المتحف بتاع ميت رهينة، هتلاقي على اليمين بعد الأوضة اللي فيها بعد المكان الأوبن إير ميوزيوم بتاع رمسيس الثاني، أول لوحة بتقابلك على اليمين لوحة أبريس بيتعبد أمام بتاح وسكر في المكان ده. إذا هو اهتم بمنف واشتغل على توسيع المعبد، لكن كل ما يأمن مكان تقابله مشكلة. راح للشام عشان يوقف البابليين، اصطدم بمواني سور لدرجه ان هيرودوت قال ان بيساميس ملك مصر حكم 6 سنين، قام بحمله على اثيوبيا. هنا حلفت النظر لحاجه بس، تعبير اثيوبيا حين يقصد عشان ما يقولوش احنا وانتوا وانتوا بعاد والكلام ده، لا اثيوبيا اثيوس بيوس يعني الوجه الاسود، ويقال انه كان يقصد بالمنطقه الجنوبيه كلها. ويمكن هكتب تعليق النهارده كامل في تفسير كلمه النوبه، تفسير كلمه نباته، تفسير كلمه مروي، تفسير كلمة اثيوبيا، وتفسير كلمة السودان، وامتى كل واحدة ظهرت. علشان تبقى محاضرة هكتبه على صفحة النقابة وهيكون متاح مع حضراتكم حتى بشكل مكتوب، عشان أنا بحاول دلوقتي بس إن احنا نختصر وقت المحاضرة، يبقى على الأقل احنا قادرين نستوعب النقطة الأساسية اللي فيها، وهي المرحلة الخطيرة جدا من تاريخ مصر. قال إنه خلفه ابنه أبريس. أبريس ده حكم 25 سنة بعد جيش لصيدا، حارب ملك سور فشل، سوء الحظ، تحالف مع اليهود تاني ضد البابليين، اليهود نفسهم خانوه، ما هو مش جديد عليهم، لكن المرة دي باعوه للبابليين.
الحاجة الثالثة ان هو حاول انه يأمن حدود مصر الغربية. فاكرين الجناحين اللي كنت برسمهم لحضرة مصر الشرقية؟ احنا بنتفرج النهاردة الرئيس لما وقف قال خطوط حمراء، وكلمة خط احمر ده معناه ان انت عايز تكسر لي هنا الجناحين، انت عايز تكسر لي البحر المتوسط ومن سين عايز تخش لي بالبحر الاحمر، يعني انت عايز تقفل عليا. مش هتقدر، مش هتقدر، لان من قديم القدم وانا شغال في الحته دي. جيش فرعون عمل ايه؟ زي ما بيقول النص في الكتاب المقدس انه راح لهناك والجيش المصري اتهزم. وحصل في الوقت ده انهم قالوا للجيش، قائد من ضباط الجيش قالوا له بقول لك ايه، الفرقه العسكريه اللي موجوده هناك واتهزمت، قالوا له خلي واحد قائد الجيش الملك اللي بعده. قال له قائد الجيش ده كان اسمه احمر، قال له ما تروح تتكلم معاهم بس وايه هديهم. راح احمص ليه الجنود وانضم هو اليهم واتقلب على الملك وتزعم الثوره وتولى قائد الجيش احمص الحكم. هيرودوت بيقول كان سوء الحظ قد اصاب كما سافصل في روايتي عن ليبيا، يعني هيحكي هيرودوت الحدوته بالكامل عن ليبيا. لكن بيقول ايه؟ هذكر باختصار عندما ارسل جيش ضد الكورينائيين، الكورينائيين اللي هم كورينا اللي هي المنطقه سبت كده وبدايه ليبيا اللي هي المنطقه الخط الاحمر، أصابوا فشل فانتبه المصريون وثاروا ضده إذا اعتقدوا أنه أرسلهم إلى هلاك وليحكم هو بقية المصري، يعني هو بعد دول يموتوا يحكم هو الباقيين على روان. فأرسل إليهم لما علم أبريس، أرسل إليهم أمازيس ليحدثهم. أمازيس لما وصل هذا حاول أن يمدحه، وبينما هو يتحدث قام أحد الجنود ووضع الخوذة الملكية على رأس أحمص وقال له أنت قائدنا من الآن، أنا وضعتها أنت قائدي. أمازيس يعني ما كانش رافض قوي وما ومش لا ومش عارف والله أنا يعني أنتوا أحرجتوني، وراح راجع وحد قوة تكون ضد أبريز حتى استطاع أن يهزمه. لدرجة أمازيس كان راكب على جواد وجاي وماسك رمح وقال وبعته لأبريس. لما بعت الرمح لأبريس، أبريس اعتقد من الرمح اللي جاي له انه ايه، انه خلاص ان هو الرمح ده معناه انه انتصر والقصة انتهت. قتل الرمح ده بيقول له ان لم تخرج سيكون الرمح هو البديل. أمازيس قال له ليس لك الحق ان تشكو، سيكون لك ان تبتعد فورا عن الحكم. وبيقال انه استولى على الحكم أمازيس واصبح ملك على البلاد وخرج أبريس. أمازيس او أحمس الثاني، او معلومة بين قوسين كده سريعة، هو أحمس الثالث. أحمس الثالث زي ما بيقول الحاج أحمد، لأن أنا لقيت حفاير الكرمة مطلعها لي أحمس قصة 17، عندي أحمس قصة 18 اللي هو نبي احتراق هيبقى أحمس 2، أمازيس هيبقى أحمس 3. إن ما قلتش إيه أنت مش مقتنع قول أمازيس ورايح نفسك، لأن هو الوحيد اللي اتضغط وكان هيرودوت بيقول عليه صديق اليونانيين، بس ده ما منعش إنه طلع على بعض المناطق اللي كانوا اليونانيين حاطين إيدهم عليها زي رودس وقرفهم. حط ايده وابتدى يحاربه وابتدى ياخد منهم اجزاء. شوف الراجل ده خد لقب حوري ايه؟ خد اللقب بتاع حورس اللي يربطه بحورس، سمن معد. سمن معد مثبت العداله. خلاص بقى. اللقب اللي بعده سيت نيترو اختيار الارباب. شفتوا اللعب بقى بالالقاب؟ ده اللي انا مره عملت مع حضراتكم محاضره زمان كده كام شهر، اتكلمنا في لعبه الالقاب، ان الملك مش اي اسم يعجب الناس، لا حط لقب يضرب. فلما يقول سمن معي مثبت العدالة ست ابن تلو اختيار الأرباب، يا حبيبي انت خلاص كده محدش عارف منك حاجة تاني، انت وصلت الصورة انك بتقول للمصريين وللعالم ان انت الملك علي. الراجل ده عمل قانون من اعظم القوانين، هو صاحب اول مبادئ قانونية مهمة جدا، عمل اقرار ذمة مالية طلب من المصريين يقدموه. قال سولون انه نقل عنه مقولة مهمة جدا، انه كان عقاب الشخص اللي بيكذب ويستولى على الاموال ان يقتل ويبعد تماما عن مكانه. وقال ان سولون نقل الامر ده عنه وابعده تماما من هناك. احنا يعني انا في المحاضرة دايما كنت بزعق واقول مش محمد يعمل قهوة، مش الحاج احمد عمال يبص له يلعب لي في دقن مش فاهم ليه. طيب أمازيس إذن حط قاعدة مهمة جدا، محمد
قهوه سكر زياده. لا لا ما هو احنا بقى احنا على فكره يا جماعه يعني انتوا كلكم شايفيني انا بحاول اخلي المحاضره كاننا قاعدين مع بعض، بس مش فيها كانت المشكله ان احدكم واحنا ماشيين هو اللي بيحاسب لي، مش عارف ليه اللي هيحاسب النهارده انا قاعد الان من الموقف ده الحاج احمد مسك لي الكرسي. زي ما بقول لحضراتكم ايه يعني الراجل اللي بيقول انك ما تستولاش على المبلغ او تاخد حاجه حد ولازم تراجع، ده معناه انه بيطلب مني اقدم اقرار ذمه ماليه، ولاول مره في العالم المصري الذي معلم الدنيا اكتب ورقه قول فيها هتدفع ايه. انت جبت من اين لك هذا؟ ما قلتش حطيت رقبتك يا حبيبي، ما فيهاش تفاسد. لكن لما مات امازيس جه بسماتيك الثالث ما لقينالوش من الخمس القاب الا لقبين، اللقب النسوبيتي عنخ كائن رع لتحيا نفس رع، واللقب او اسمه بسماتيك اللي انا ترجمته لحضراتكم في بدايه المحاضره الراجل بتاع ميتك، وميتك اللي اتفقنا ان هو واحد من الالف اللي كانت في شرق الدنيا. الراجل ده لو حبيت تقول كلمه احمد عرابي مصطفى كامل الاسماء اللي احنا بنساعد دغلول تحط بسماتيك ثلاثه معاهم. طب ليه بسماتيك ثلاثه اللي له نقش صغنطوط كده في الكرنك ولهم بقايا وش حلوه كده من العصر الصاوي في الاقصر؟ بسماتيك ثلاثه قال انه بيواجه اعداء. العدو اللي كان طالع كان مين في اللحظه دي حاج احمد؟ الدوله الهخامنشيه اللي هي دوله عيلان اللي هي الفرس زي ما حضرتك قلت، الدوله اللي قامت فيما يعرف بعد كده بايران والمنطقه دي. الناس دول بداوا يتحركوا، ابتدوا يقفوا مع ابوهم الكبير قرش وبداوا ياخدوا سكتهم. هنا مصر كانت زي ما بنقول دايما اللقمة الهنية الذي يختموا بيها، علشان كده كان عرضوا عليه العرض اللطيف، انت لك مصر سلم وابعد وستترك الامور وستعيش انت واهلك في امان. قال لا اسف وبدا يحارب بسماتيك التالت. وبالمناسبه هو عارف ان الحرب خسرانه، يعني هو مش عارف ان الحرب دي كسبانه، الحرب دي هو يعلم تمام العلم انها حرب خاسره، لدرجه ان البعض بيقول زي افريكانوس مثلا بيقول ان هو حكم 6 شهور بس. يوسيبيوس بيقول مفيش ملك اسمه ده، مفيش ملك اسمه ده. طيب كلمه الهخامنشيه لما انا اقولها بالعربي او اقول الهخامنشيه دي كلمه فارسيه، امال بالعربي الاخمينيين، يعني لما اقول دوله الاخمينيه. كورش حكم 529 مات كورش، جه بعديه ابنه كامبيس. كامبيس استقطب مرتزقه الاغريق، المرتزقه انت بتشتريه، اخذ الناس دول واتحرك وقدر انه يكسب القائد المرتزقه الاغريق في مصر كان اسمه فانيس، خد الراجل ده في ايده وضمه لقواته وادى اليهود امكانيه ان انا هتعاون معاهم. اليهود هتتعاون هتدفع؟ قالوا له طيب اسرار المصريين في منفي في كذا، هنا في كذا، هنا في كذا، وبقول لك ايه عشان المصريين لو احنا بقى هنساعدك قوي هنحمي لك الحدود الجنوبيه، وراحوا جايين ولاد البلغه راح قعدوا في اليفانتين. ليه؟ هو هنا بقى بعيد، حصلت مشكله انزل على النوبه وانا بعيد، مشت الامور انا قاعد في ارض جديده مع الارامين والجاليات الاجنبيه، ما قعدش في وسط مصر في مكان قد يحمل له صراعات هو مش قادر يحتملها اليوم. ده لازم نحترم ونقول ان ده ذكاء منهم، هم قاريين الصوره صح، قاريين اللعبه صح. قمبيز عمل كده وفك اسرى اليهود في بابل اللي كانوا موجودين وجابهم لمصر وجاله مندوب لبسماتيك الثالث. ايه يا عم بسماتيك؟ كلمتين حلوين اهو، سلم تسلم والكلام ده وابعد عن انك تدخل في اي صراع. الراجل ما عجبوش الكلام وقال له انا هقاوم. حرب عند البولوزيوم، اتهزم الجيش المصري، اتقدم الفرس، وقفنا في منف، قاومنا الفرس رافضين اي تراجع. هيرودوت بيقول قال ان الحرب اللي قامت عند منف حصل فيها شيء لطيف جدا، كانوا الاثنين بيضربوا بعض. هيرودوت جه بعديها يعني زار منف، فلما راح زار منف يا حاج احمد قال حاجه لطيفه، قال رأى الناس اللي كانوا موجودين والفرس لسه بيحكوا كانوا قافلين الحته دي والمرشدين السياحيين بياخدوا الناس يفرجوه، فيقول له ايه؟ شايف الجماجم المتكسره دول؟ يقول له اه، يقول له هتحب اعرف لك مين المصري ومين الفارسي؟ يقول له اه، يقول له طب هات زلطتين من الارض، ياخد زلط ويحدف، لو الجمجمه اتكسرت يقول له ده فارسي، لو الجمجمه الزلطه جت فيها ما اتكسرتش يقول له ده مصري
صلبت الدماغ نشوفيه الدماغ. هيرودوت حكى القصه دي علينا وقال كده باللفظ: لقد شاهدت اعجوبه تم اخباري بها من قبل اهل المكان بالنسبه للعظام المتناثره حول من سقط في المعركه، كله جانب على حده، لان عظام الفرس على جانب واحد وعظام المصريين على الجانب. جماجم الفرس كانت ضعيفه لدرجه ان ضربتهم بحصى ستحدث فيها حفره، المصريين لن تكسر جبهته اذا ضربته بحجر كوارث. سبب ذلك، وانا من جهتي اصدقكم، ده هيرودوت اللي بيقول ان المصريين الذين بدوا، بص فسرها، قال ان العيال من واحنا صغيرين في الارياف يحلقوا شعره خالص ويدهنوا له راسه بحاجه ويسيبوه في الشمس، فدي تدي صلابه للراس وصلابه للوجه تقدر انها تساعده انه يستمر. وقال انهم الفرس ما كانش ده موجود عنه. بسماتيك الثالث اتقبض عليه وعرض عليه ان يتنازل، الا ان بسماتيك رفض هذا الامر فحكم عليه بالاعدام ومات. وانتهت اخر مره مصر دوله قويه في التاريخ المصري، الاسره 26، وبدا بقى قمبيز يحكم مصر فيما سنعرفه حاج احمد بيه العصر الفارسي الاول. لما وصل قمبيز ادرك ان البلد دي مش سهله. شوفوا الالقاب اللي خدها، لقينا له ثلاث القاب. لقب الاول هو ايه؟ سيماطوي. قمبيز بيدخل مصر ويحتلها ويقول سيماطوي، موحد الارضيه. طيب اللقب الثاني وحميسود، معيد الميلاد، عاوز يقول ان البلد دي كان فيها مشاكل وانا جاي احلها لكم، ده محتل اجنبي ومصر دوله تابعه ليه. وبالرغم من كده بيقول اسم قمبيز البعض بيراه قمبيج، قمبيج ده النطق البصري اللي عرفناه. قمبيز حكم من 525 522 قبل الميلاد، حاول انه يخلي مصر محطه يسيطر بيها على العالم حواليه، علشان كده كل ما كان يسمع عن اي مشكله يخلي مصر محطه ويطلع منها، كان بيساعدوا مصريين. افكر حضراتكم بحاجه، لو حضراتكم فاكرين فيلم لطيف كده من قصه نجيب محفوظ اسمه زقاق المدق، كان في ناس من الشباب المصريين منهم صلاح عبيد في الفيلم كانوا بيروحوا يشتغلوا مع بتوع الاورنوس. بتوع الاورنوس ببساطه للي ما يعرفش يعني ايه، الكوبايه دي انا بنتجها كمصري، يجي المستعمر الاجنبي يقول لي انا عايز الكوبايه دي، انا مش هبيعها لك انت اجنبي، يوم يجي حد تاني يقول لي انا هاخدها منه وابيعها لك، ده اسمه الاورنوس، يعني هو بيبقى وسيط وبيحقق ربح. كهنه المعابد كانوا هم تجار الاورنوس، واشهرهم على الاطلاق واحد يمثل نموذج من أسوأ النماذج، المرشدين الفرنسيين عارفينه كويس قوي، تمثاله في اللوفر، اسمه ويجا حور ريسنر، كاهن معبد ثالث. قال لك اول ما جه قمبيز ونزل على صال حجر اللي هي عاصمه دول 26، قال له ثالث والالهه، قال له الالهه في عينيا، قال له الالهه في عينيك، يبقى احنا فل يا ريس واحنا اصحاب وليك كل الخير وليك كل ما تحتاجه من كل الامور. الملك هنا طلع على قرطاجة وخد الفينيقيين، مصر محق طلع منها على قرطاجة، اتضرب في الطريق. ليه؟ لان الفينيقيين قالوا مش هنحارب القرطاجيين عشان خاطرك. قال طيب والله لانزل اضمن لكم معبد الوحي اللي في حدودكم الغربيه، اللي هو معبد مين؟ هقرا الاسم زي ما قريناه، امون، دبل ام. كل الكتب الاجنبيه والمؤلفات الكلاسيكيه احمد ساري بتقرا لي الاسم امون وليس امون. طب ليه ما بقولش امون؟ ما هو امون وزي الفل ومحدش هيزعل منه. قال لك لا، امون هو اله، صوره من صور امون رع رب طيبه، ولكن معبود للتراب، والبعض الاخر بيقول ان هو عامون رب الصحراء الغربيه، وهو يختلف عن امون الاله بتاعه. هنا هو رايح، فشلت الحمله ومات على الحدود الغربيه. قرر انه ينزل على نباته، وخد حاكم كوش، بعت لحاكم كوش رساله. قصه لطيفه قوي تفكرنا بافلام وايس لاباء والقصص دي. قمبيز بعت لحاكم كوش رساله، حاكم مروي قال له انا جاي لك حفظ بلادك لاعلمك الادب، النص بيقول كده، لاعلمك الادب في كيفيه التعامل. حاكم كوش عمل ايه؟ فطلع القوس بتاعه اللي هو بيحارب بيه وادى للرسول اللي جاي، قال له اديه لقمبيز، لو عرف يفك الوتر بتاعه يبقى هيحارب. بص السخريه هنا، التعاملات الحربيه كانت ازاي؟
هيرودوت قال خطط قمبيس وبدأ يتحرك لكن أصيب بلوسة. إيه اللي حصل له اللوسة منين؟ إنه قاعد في مرة فبيقول للمصريين أنا هعمل ففوجئ وهو بيهزم. فالمصريين ضحكوا فقالوا له بيضحكوا ليه؟ قالوا لا ده هم عندهم عيد النهارده انت مالك بيه؟ قال لهم يعني انا جاي متبهدل وهم عندهم عيد ده بيتريقوا على عيد ايه ده؟ قالوا ده عيد سرابيس في منف والمصريين بيحتفلوا يا اخي واختاروا عجل جديد. قال لهم والله فين العجل ده؟ وراح ضرب العجل واخذه ضرب العجل قنبله 522 طبعا ماشي. طب دي هتتسجل ولا ايه؟ ولا دي الرقابه هتشيلها؟ لا ده كده صفحه مباحث الاداب مش صفحه الرقابه. الحاج احمد بيقول انه يعني قطع جزء من جسد العجل الريف. الحمد لله ان المحاضره لايف. احنا بنمنتج الكلام ده يا جدعان ولا ايه؟ يعني انا سعيد جدا طبعا بالتجربه. عمل ايه؟ ما هو انت عمالين بعد كده تبص لبعض انت والحاج احمد وتقولوا ما تعلقش. طيب المهم انه جات له اللوثه واخرج جثه امازيز. قال لهم مش ده اللي انتوا بتقولوا عليه ملكه؟ وحرق جثه امازيز. المصريين انفعلوا ضده قالوا له انت ربنا هينتقم منك. في نفس اللحظه اللي قاعد دي كده فوجئ اللي بيقول له الناس في فارس وفرع من فروع العيله انقلب عليك. قمبيز عمل ايه؟ طلع يجري. ما قدرش يوصل لهناك. وجد ان احد فروع العيله وهو دار الاول استطاع ان يحقق الانتصار. لما جه قمبيز هيرودوت هنا اللي بقوله على فكره كل اللي انا بشرح لحضراتكم هيرودوت كده. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول نحط الاطار المصري لان هيرودوت دايما بيلمس لي حته قد تكون مش بتاعتي. لدرجه انه هيرودوت بيقول انه عشان بس اصلح المعلومه ان ومضه النور اللي المصريين قال بتيجي على جزء من جسد العجل اللي بيختاروه قالوا له ان ومضه النور ظهرت في جزء من جسد العجل فدخل وطعن الحته دي وقطعها من جسد العجل كانه بيقطع النور او الخير او الحياه عن المصريين. المهم جه دار الاول بعد قمبيز دار عمل ايه؟ لما وصل دار الى الحكم خد القاب ايه؟ من خيب كفء القلب يا سلام. وبعدين قال ايه؟ دي بقى مهمه قوي. مليء امون راع نب هبت محبوب امون راع سيد هبت. هبت اللي هي الخارجه الواحه الخارجه. هبت يعني بره بالهيروغليف بتتكتب في قلم بتعمل هكتبها على السبوره واللي هجيبها ورانا. هبت يعني بره يعني المكان الخارجي. طب ايه ده اللي هي جت منها الخارجه؟ واحنا قلنا هنا ان انا عندي سبع وحات المصري عرفهم. السبع وحات موجودين عندي في المنطقه بتاعت ادفو. النص اللي موجود بيقول ان هو بيقوم بالسفخ وحاط. سفخ يعني سبعه وحاط اللي هي الاماكن السبعه اللي كانت متصله بادفو واولهم كانت هبت اللي هي بره. ان انا يعني شاكين يا زحمه ربنا يخليك. هنا لو حضراتكم شايفينها هنا الصوره كده اهو كده جايبها؟ لا مش هيجي كده اهي 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 اهي. هبت عارفين دي اللي نطقناها ايه بعد كده؟ ايبس. هبت هو قال لقبه قال ان هو حبيب امون راع مش سيد طيبه سيد الخارجه. طب ليه؟ لان طريق ضرب الاربعين ده الطريق اللي قمبيز كان ناوي يطلع منه على حمله نباته وكان ناوي يضرب امون في سيوة وفشل في المنطقه فالمصريين صاروا عليه فقال طيب لان انا هعجب الاله ده فراح عمل له المعبد الشهير اللي هو معبد هيبس اللي هو اول معبد بحب اسميه دايما معبد اعتذار. بقول للمصريين انا اسف اسف على اللي عمله ابوي اسف على اللي عمله قمبيز اسف على اللي هو وضع. اولا هو بيرضي الصعيد وهنا اي واحد عاوز يكسب يرضي الصعيد. كل الاخطاء الاداريه معاها كسب ود المصريين جدا. وبدا هنا بقى نقول ان دارا بدا عندي هنا يا جماعه ان شاء الله بدا عندي فكره قناه سيزو ستريت او زي ما بنقول ذا سو كولد شانل اوف سيزو ستريت او لا سوا ديزون لو كانال دو
سيزوثريز. مفيش سيزوثريز. سيزوثريز زي ما قلت حاجة في بداية المحاضرة مالوش دعوة. أول ما نتحدث عن دي بشكل تفصيل بموجب لوحة من أربع لوحات كان ضرب عمل كده. أرسطو من أوائل الناس اللي اتكلموا على القناة، وأول واحد أشار لكلمة سيزوثريز كان أرسطو وبلينيوس، لكن استرابون قال إن سيزوثريز هو اللي حصل. الكلام ده مش صح، لكن إحنا متأكدين إن هو بدأت أيام دارة، وإن نيخاو اتقال له اعمل القناة دي لكنه رفض، لأن البشرة اللي جات له أو الرواية اللي جات له إن هيبقى في مشكلة هتحصل ما بين ارتفاع منسوب الدلتا. ومرة تانية بقول قناة سيزوثريز يا حاج أحمد ليست هي قناة السويس، قناة سيزوثريز نيل في بحر أحمر. قناة هو الصوت هنا ده فيه مشكلة؟ يعني هل في رسائل بتيجي أو حاجة؟ ممكن يكون رسائل بتيجي على أو نعم؟ لا رسمها عشان النت مفتوحة. مفيش مشكلة يعني تقبل بس على الراس والعين. قناة سيزوثريز زي ما قلت تربط النيل بالبحر الأحمر وليس البحر الأبيض بالبحر الأحمر اللي هي قصة قناة السويس. والدليل بعيده مرة تانية وتالتة عشان الناس ما تتلخبط. يا جماعة حتشبسوت لما عمل البونت الجيش راح بحر أحمر دخل طيبة ازاي؟ هو رجع بحر أحمر ولقينا بعد كده الناس جاية شايلة الحاجة لأنه خط طريق برد. بردية هارس في هابو رمسيس 3 بيقول انه خرج ودخلت ما جابش سيرة انه جه مباشرة بالقناة في النيل، ده قال طرق. وقال رمسيس الثالث اللي كان فيه نقط حراسة برية حرس حدود وقفوه. بعد كده قلت ان الاربع لوحات بتوع اخونا العزيز دار عشان افكركم بيهم. اللوحة الاولى في تل المسقوطة دي من الغرب، الثانية في اسماعيلية اللي كشفها علماء الحملة الفرنسية وكتبوا عنها في الديسكريبسيدو ليجيب، الثالثة عند وادي الطميلات مع خليج السويس، الرابعة اللي ما نعرفش عنها حاجة لكن هو أشار ان هو عمل أربع لوحات. بيرجح الدكتور محمد عبد المنصور في شغله عن منطقة آثار سينا ان هي 6 كيلو إلى الشمال من السويس، ربما تكون في المكان قريب من هناك. ده معناه ان الراجل اتحرك على حفر قناة فعلا. لكن القناة عشان اتكلم عليها، ديودور قال ان القناة بدأت ايام نيخاو، وانا قلت لحضراتكم انها صعب جدا تكون ايام نيخاو. اعتقد والعلم لله زي ما قلت ان هي بدأت مع دارة واكتملت ايام بطلميوس الثاني اللي ذكر بطلميوس الثاني في نصوصه، قال ان هو عمل خندق او عمل قناة عرضها 100 قدم بعمق 30 قدم وطول 35 ميل حتى البحيرات المريرة، وعمل لوحة مشهورة جدا اسمها لوحة بيثوم، لوحة في الشرقية. اللوحة دي بيذكر فيها أعماله وقال إنه حفر القناة دي أو اتكلم عن دي اللوحة، وقال إن القناة دي قال عليها نهر بطلميوس. ولما أسس مدينة باسم أرسينوي ذكر إنه كان من ضمن الإهداءات اللي تمت ليها كانت القصة. دارة قضى على الاضطرابات، كسر الإدارة في مصر، الناس حبوه جدا، قضى على الثورة، قتل الوالي أريانديز. ليه؟ أريانديز لما جت اللوثة في دماغ قمبيز وحصلت المشكلة، أما جه وجد أريانديز عمل حاجة لطيفة، عملة باسمه والناس ملمومة، سيبكم الراجل ده مات ومفيش أي مشاعر للاحترام. فجه دارة وطير رقبته وقال أنا ما طيرتش رقبته عشان خالف، أبدا ده انا طيرت رقبته عشان ما احترمش العقيده المصريه. شفت اللعب هنا بقى بيشتري خاطرنا، وجاب مكانه فيرانداش. فيرانداش ده كان واحد من اقاربه، ابتدى يوقف التعاون ما بين اي جبهه ممكن انها تمثل صراع ضده. اي تعامل مع المصريين واليونانيين اتبع مبدا فرق تسد، كسب الكل، عمل حمله الى اليونان سنه 490. دي الحمله اللي كانت فتحت خير على مصر. ليه؟ الحرب دي قامت 490 عند إقليم. إقليم في سهل ساحلي بيحمل اسم منطقة شمال شرق أثينا. الجيش الفارس، المعركة اسمها معركة دي حاج أحمد معركة ماراثون 490. والقصة بتقول إنه أحد الجنود اللي كانوا من اليونانيين ما بين موقع الحرب. تمام أنا شفت كده طبعا حلو عشان بس أشوف أخد شعر. ما بين موقع المعركة والمدينة كانت حوالي 42 كيلو 195 متر. الولد ده جري من مكان الحرب اللي هو في ماراثون لغايه المدينه.
وبمجرد دخول واعلان انتصار اتينا مات الولد فخلد من 1896 ميلادي مع احياء الالعاب الاولمبيه سباق باسم الاقليم اللي قامت في الحرب اللي هو اقليم ماراثون اللي قامت عليه. طيب اهميه الحرب دي يعني انا بتكلم على الحرب عشان اقول سباق الماراثون انا مالي؟ لا ضرب اللي عمله وصل لنا رساله. بتقول الرساله دي بتقول ان انتوا يا مصريين ناس تبعي وان انا رضيتكم وان هيبقى بقى تقلوا ادبكم بقى خليكم ناس محترمين المصريين وان انتوا في النهايه مش هتقدروا على الفرصه. الحرب دي قالت لنا لا نقدر نحارب ونقدر نقف ضدك ونقدر نبقى كيان. وقامت ثوره من المصريين. ثورات قامت سنه كام؟ 456 456 456 410 اربع ثورات المصريين ثوره ورا الثانيه ورا الثالثه. لما مات دارا وجي ارتكسر كيسس الاول واكسر كيسس الاول ولاده بعدين واحفاده المصريين ما توقفوش عن الثوره ضد الفرس. ولكن هل ساعدهم حاجه؟ اه ساعدهم ان بعد 456 الفرس نفسهم وقعوا في مشكله. ايه هي المشكله اللي وقع فيها الفرس؟ ان البيت الحاكم الفارسي والاسره اللي بداها كورش لغايه ما مات 529 قبل الميلاد بدات تضعف خلاص، بدات مقاومتها ليها تقل، او نقولها بالبلدي بداوا يستشعروا ان هم عملوا كل حاجه عايزينها من البلد دي. 410 خرج لي ملك مصري او شاب مصري اسمه يا حاج احمد اسمه اميريتيوس، ويقال انه احد احفاد بسماتيك. استطاع اميريتيوس ده انه يسيطر على الامور ويحارب الفرس، لكن الفرس زي ما بقول لكم كانت هشه، الدنيا هشه خلاص مش قادرين يقاوموا فسابوا الدنيا دي. هنا بقى اليهود، مش انا قلت لكم اليهود راحوا الفانتين؟ اليهود عملوا ايه؟ الثوار لما قاموا المصريين الثوار لما قاموا قاموا بضرب على اليهود وحرقوا لهم معبدهم. اليهود راحوا حارقين معبد خنوم. اليهود قالوا ايه؟ والله العظيم بحق يهود، يهود اللي هو اله اليهود، ان اللي حرق المعبد الخاسر الوالي الفارسي. شفتوا عملوا ايه؟ اللي حرق لنا المعبد الوالي الفارسي، الوالي الفارسي ما عملش حاجه. بس هم شايفين الكفه مع المصريين. وهنا بداوا بسرعه يجروا لشراء خواطر المصريين انكم تلحقوني، لدرجه في نص بيقول واحد اسمه إينينيا مثلا بيقول انه اتجوز هناك. بص اليهود اتجوز في إليفانتين، جميل، سنة 401 قبل الميلاد يا أستاذ أحمد، جميل، وبيؤرخها بإيه؟ بحكم الملك الفارسي. اليهود يتكلم عن ملأ في حاجة ويكتب في الوثائق حاجة تانية. يعني 404 قبل الميلاد أميريتيوس وصل للحكم وأصبح ملك على البلاد، والبعض قال إنه فرع من الأسرة 26 وإنه حفيد بسماتيك، لكن بكل اسف كان سيء الحظ. هو الاسره الوحيده اللي حكم فيها ملك واحد الاسره 28. برديه الايام الديمقراطيه دي برديه من البرديات الحلوه قوي، مره كده نعمل فيها محاضره. نعم برديه الايام بتاعت العسكريه. لا برديه الايام الديمقراطيه عشان تعرفوا ان الدقيق اللي بيشوش عليا وعاوز ابوظ المحاضره. قالوا ايه؟ بس البرديه دي مفتحه مش عادي. طيب ما غني؟ لا لا التنمر على مين؟ على الملك ولا على مين؟ البرديه. البرديه هنا بتقول ايه؟ بتحكي على حاجات حصلت في مصر، حصل كذا وكذا اسمها الايام، يعني بتحكي دايري عن مصر. فبتقول ان ابن اميريتيوس او امون خان الثاني اتحرم من العرش لان اباه جاف الارباب، كان ضد الارباب. طيب ضد الارباب دي تحمل معنى ايه؟ البعض قال انه فرض ضرائب على المعابد ومنع امتيازات، والبعض الاخر قال لا ده كان مهادن للفرس، والبعض اعتبر المهادنه نوع من الاحتيال. هنا هقول لحضراتكم يعني ايه مهادن للفرس. حضراتكم لو تتذكروا الله يرحمه انور السادات. انور السادات بعد حرب 73 كنا في مرحله قويه ومصر دوله وعلى راسها من فوق. لكن هو وجد ان في تربص من كذا اتجاه، يقول لك عايز ابني وعايز اعمر. فراح لليهود وقعد الدنيا ارض خدوا ارضكم مالكمش دعوه بيها. امون خالد الثاني عمل نفس الامر، خاصه انه كان عنده مشكله اخطر،
الفرس عاوزين يهجموا عليك في كل لحظه. فقال لك عايز اخلص منهم. طب اخلص منهم ازاي؟ يا نخله لا تغرسيني ولا عايز عسل، ابعدوا عني. عمل معاهده زي دفاع مشترك. الوطنيين بقى العالم المتشدده قال لك ونعمل ليه معاهم معاهده؟ ما احنا عندنا جيش قوي، ما احنا طردناهم. خلوا بالكم وانا بقول انه لما طردهم طردهم على انهي اساس؟ على اساس احنا مش ضعاف، بس هم اللي كانوا ضعفوا قوي. ما كنتش يعني لو الكفه زي ما هي بقوه الفرد وقوتي اعتقد كان الوقت تاخد وقت اكتر، كانت هتخلص في نفس اللحظه. المؤرخين قالوا مات ازاي؟ قالوا ان الثوره قامت ضده، البعض الاخر قال انه اتقبض عليه واقتيد الى منفى واتقتل هناك. في برديه ارامية بتقول كده، واحد بيقول الى سيدي بيسلا خادمه شواع، اسامي اراميه ايه؟ لتحيا الالهه سيدي، لتحيي الالهه سيدي في كل وقت، لقد احضروا اميراتوس الى منف والملك نايف عروض جاء على العرش في شهر ابيب، قسم الفضل قسم الفضه نايف عروض التي ارسلتها لي على، وابتدى يحكي له الفضه راحت. طيب الاسره 29 لما وصلت للحكم ايه اللي حصل فيها؟ الاسره 29 هم مجموعه من ضباط الجيش من الاهليه من المنصوره، ناس لطاف من عند منديس تل تميل امديد مركز عباده التيس. بالمناسبه بقى نيب جدد كان الله يرحمه استاذنا الراحل الدكتور عبد الصالح يقول ده مش كبش، لما يتصور كان بيصور هيئه التيس. الاسره 29 بدا الحكم بتاعه وعمل اسره وبدا يفكر انه يقوم مصر على رجلها. ولكن مصر كانت زي التعبير التوراه القصبه المربوطه، حته الزرعه المخوفه. واقفه. هي واقفه قدام الجلاله بس لو شنبت عليها شويه تقع. مصر كانت كده. علشان كده نايف عروض لما جه قال انه بيحاول يرجع الى مصر التي يعرفها. مصر التي تاتي قويه. نايف عروض حاول انه يحارب الفرس ما حققش معاهم كتير. وقال ان هو ميريماي محبوب العداله. وقال على نفسه ان هو عائيد قوي القلب، وقال على نفسه انه ست ابن تيرو زي الملوك بتوع 26، ست ابن تيرو اللي هو امازيس المختار من الاله. دايما لما اكون انا مزنوق زي ما بقول لكم العب بالالقاب. الراجل هنا عمل ايه بقى سياسته؟ سياسته الراجل قال ان مش هسمح للفرس يجوا تاني، وجهز مراكب و استعان بحاكم الكتمانيين عشان يقف معاه ضد الفرس، وبعت له 300 سفينه الملك 300 سفينه المجاديف، ولكن الفرس حصلت عندهم مشاكل ما اكملتش بيها الحمله، الحمد لله، لكن على الاقل ان انا اصبحت موجود على الساحه. ان انا كدوله موجوده اقدر احارب. او ما اخش الكرنك الاقي في الكرنك بعد نايف عروض حدوته. على ايدك اليمين ورا طريق كباش، وانت واقف بره بتشرح، انت بتاخد مسلتين سيتي التاني بتنزل السلم يبقى الكباش يمينك. وانت واقف بتشرح الكباش اللي على اليمين بيبقى على اليمين قصاد السر في مقصوره كده، وفي زي صهريج، وفي زي منطقه احد زملائنا الدكتور عبد الحميد مسعود ده قال على دي انها كانت زي مكان حوض سمك لتربيه الاسماك في مرحله في الكرنك في العصر الروماني. المكان المربع ده. في نصوص اكدت الكلام ده، لكن الاحلى بقى ان لقينا مقصوره هناك، البعض يقول لك ايه؟ مقصوره رومانيه، لا دي مقصوره اسمها مقصوره اكونيس. مقصوره من الاسره 29. بتحكي المقصوره دي حاج احمد صراع حصل ما بين ملكين، بشري الموت اللي جه بعد نايف عروض وهجر. بشري الموت جه هجر ما عجبوش قلب عليه وراح ضربه، بشري الموت بعد قعد هجر سنتين، بشري الموت رجع لمده سنه واختفى، يعني تخيل الارض ملكين مش ازاي؟ جه وقع، تاني جه وقع وبعدين جه تاني، يعني عمالين لعبه بتنم عن ايه؟ انه ما كانش فيه القاعده القانونيه المعتاده في الحضاره المصريه، كده التعبير اللي انا قلته لحضرتك القصبه المردوده يدخل في دي، وتدخلوا القاعده دي يا ريت ويعني تبصوا عليها هتشوفوا حاجه رائعه. خرطوش بشري الموت ما كشفوش، ده كتب في ايد الاحمر، جاب قلم احمر قلم تخين وكتب عليه هجر او هجر انا بيتكتب بالكاف. صدقوا حضراتكم ان عندي تمثالين في اللوفر من اجمل تماثيل اللوفر
من القصه 29 واحد لنفريتس او نايف او واحد لهجر، عارفين لقيناهم فين؟ في وسط ميناء الكلوسيوم الاكبر في روما. هل الملوك دول اتنقلت اثارهم التماثيل؟ انت بتقول موجوده في متحف اللوفر لغايه النهارده، وفي قاعه كاتبين عليها قاعه التماثيل اللي جايه لنا مصر من خارجها. هل دول اتنقلوا روما في العصر الروماني وبيزينوا الميادين؟ ام ان ذكراهم بقت كويسه في العصر الروماني ونقلوه؟ الله اعلم. هجر ده لقيناه لغايه الدير الابيض. عمل معبد في اترين، كمل معبد الكلب بتاع نخب على فكره. يعني راجل كان شغال لغايه سيوه. سيوه الحاج احمد يقول لا سيوه تبقى خليك حلو، احنا كل ما نيجي نعمل رحله سيوه تحصل مصيبه. مره السياحه تشتغل ومره الكورونا تيجي. المرتين اللي اتكررنا. طيب ان شاء الله المره دي بقى تبقى يعني ان شاء الله باذن الله نطلع حصار باذن الله. هيكل لما وصل للحكم، البعض بيقول ان هيكل قام بحملات او قام بحاجه مهمه جدا. لكن التماثيل بتاعته او الاثار بتاعته امتدت. طب ايه اللي وداه سيوه؟ النص اللي جوه في سيوه في معبد معبد الوحي، معبد الوحي بتاع امون، غلط ان انا اقول معبد الاسكندر. لا يوجد الاسكندر على ارض مصر الا معبد في الواحات البحريه. بعض الناس يقولوا له في السير في الاقصر، لكن معبد الوحي هو راح زاره. البعض يا حاج احمد بيؤكد ان المعبد زي ما قال الدكتور فخري هو قصه 26. احمس الثاني وامازيق او احمس الثالث وامازيق والقصه دي. تخيلوا حضراتكم ان البعض الثاني بيقول لا، ان المعبد اسره 29 هجر. شتايندورف وانا شخصيا موافق. يعني انا شخصيا شايف ان اللي قاله شتايندورف مظبوط. لانه ارى بقايا النص الهيروغليفي وخرج منه انه لا يوجد نص هيروغليفي موازي من القصه 26 للنقب اللي موجود، ان هو كان فيه خان المعت راع. ما كانش فيه علامه معت في اي ملك من ملوك الاسره 26. على هذا الاساس شتايندورف بنى فكرته، واعتقد انها فكره قد تقبل، وخاصه ان معبد هيبس في اوضه عملها الملك ده اللي هو هجر عمل فيه جزء، فاذا منطقه الوحاد بتاعته موجوده. طيب هجر البعض بيقول انه اصله مش مصري، على الرغم من ان انا عندي تعبان اسمه تعبان الهجر اتذكر للمره الاولى في نصوص العربيه. يعني اسم مصري موجود عندي من نصوص الاهرام. بعد يجي نايف عروج الثاني، والناس بيشيلوا كمان الى ملك اسمه موتس، لكن البلد وقعت. ضباط جيش جم بالسنبلاويين من سمنود، مش من سمنود في الغربيه، سيطر على الحكم تحت لقب نخنف قوه سيده اللي هو نختنبه الاول، اللي استطاع انه يقاوم الفرس واستطاع انه يبعدهم تماما عن مصر. ولكن برضه برجع اقول ان الظروف ساعدته كتير. ساعدته في ايه؟ ان هجر ونايف عورود استغلوا الضعف اللي فيه الفرس وعملوا تحالفات وقدروا ان هم يبعدوا الفرس عن ان هم يهربوا من مصر. نسيت اقول لكم بس حاجه صغيره قوي، اسف عليها. هجر لقينا اسمه على مذبح في عكا، ولا زال هذا المذبح موجود في قاعه العصر الفرعوني في متحف تل أبيب. تل أبيب. معرفش لو انا حطيت الصوره كده، هل الصوره كده ظهرت؟ المذبح الصوره بتاعت المذبح اهي. هل كده الصوره باينه صح؟ واسمه هجر واضح جدا عندي. يعني ده صوره المذبح، يمكن انا حبيت ان انا انزله لحضرتك. البعض بيقول لك مذبح وفي عكا يبقى مش مصري. ليه؟ طب انا وليه ابقى ابعد؟ ده بقول ان مصر توسعت، مصر بقى ليها مكان، ليه يقول كده؟ وبعدين مذبح يعني مكان يبقى تاجر مصر راح. طيب القصه 30 لما بدات لقيناها دور قوي جدا، طردت الفرس، استطاع الملك نختنبه الاول انه يبعده معتمدا على فيضان النيل. فيضان النيل عيني وبأبعد الفرس ان هم يقتربوا من مصر. اذا اصبحت دوله بقدر ان انا اقاوم العدو بتاعي. لكن انا دلوقتي عفوا بتخانق انا واحد شخص ما،
طيب استاذن حضراتكم مره ثانيه في صوره، انا ما ببقاش الصور، هرجع النسخه دي. الصوره اللي قدامنا دي، دي الماسوره بتاعت النسخه 29 اللي بيسموها ماسوره اكوليز في الكارنك. دي الماسوره اللي في الكارنك للنسخه 29 اللي على يمين طريق الكباشه، يعني وانت داخل قدامك البيدون الاول دي على اليمين. تمام؟ يا رب تكون ظاهرة قدام كل زمان. نختنبه، تعالوا نشوف بقى القبض، نختنبه كده نشوف عامل ايه. الرقم خد لقب سماعة قوي الذراع، فتوة بلطجي جاي بدراعه، سبنخ طويل مبهج الأرضية. الدنيا كانت كارب، نص 29 كان فيها كورونا مزعجة. لا أنا جيت أريحكم، أنا جيت أرضيكم. إيري ميريت نيتيروف، يصنع ما تحب الأرباب. يا سلام، بصوا هنا، هنا العصر المتأخر بالذات لعبة، لعبة السادات. الرئيس الخالد، الرئيس المؤمن، عاوز أدخل دي، عايز ألعب بدي، بدخل من باب الألقاب. كانت لعبة ذكية جدا. نختنبه، جاب القائد اللاتيني خبرياس وقال له هتقف معايا ضد الفرسون، ونجح وقدر ارتكسركيسس اللي كان معاه 200,000 جندي و20,000 مرتزق اغريق ما قدرش انه يقاوم الراجل المصري اللي زي ما قلت لكم فرع النيل المنديسي هو اللي وقفه وقفل عليه، لان فروع النيل السبعه كانت موجوده في الوقت ده، وكان فيها المنديسي والبوبستي و التانيسي والبيلوسي. طيب مختلف انتصر عليهم، لكن بعد موته انا هنا حققت نجاح. يعني انا شايف ان الحاج احمد نور الدين اقوى مني، ان انا ما اتخانقش معاه، لكن قدرت ان انا اقف. ساعدتني ظروف ان الاشاره قفلت عليه مثلا في الشارع وانا مشيت، خلاص مش معنى كده بقى ان ابني اللي جاي بعد مني يقول ابويا هذا فلان. دي المشكله اللي حصلت بعد موت نختنبه، لو ان جه ابنه جيتحر اللي هو تاخس وبدا يفكر بالفكر يا استاذ احمد انه لازم احارب الفرس. ليه؟ علشان اوسع حدود بلادي. هنلاحظ مع جيتحر، هنلاحظ مع جيتحر حاجه غريبه جدا، ثلاثة من ألقابه الخمسة فيهم كلمة معيط. هل أنت عاوز توصل لي رسالة إنه المصحف الشريف أنا ملك شرعي؟ ولا في مشاكل في البلد لأن أخوه صار عليه وابن أخوه اللي هو نخت حب بقى ملك؟ فهل الشرعية بتقلب 48 مرة؟ حد يعملها هنا بالمعيط الزبون ده؟ ليه؟ طيب جيتحر ستل ان ان انحر. هنا كان ذكي جدا المختار من انوريس، انوريس اللي بيجيب التايهه او بيجيب البعيده، ده واحد من الالهه المرتبطه بشو، يعني مرتبطه بالخلق، يعني مرتبطه بالحق. يبقى انا مرتبط بالهه الخلق، انا مش مرتبط باي اله، انا مش راع ولا بتاع حاجه بتاعتكم دي. الراجل بعد ما استقر قرر انه يخرج، الاشاره اللي قفلت على الحاج احمد يطلع له هو بقى ويوسع حدود مصر. الفرس خرج الراجل وقال في نصوصه ان انا خلقت خط دفاع اولا، مشروع حربي، انا مش داخل احارب حضرتك واوقفك، لا ده انا خارج اعمل فيرست لاين اوف ديفنس، خط دفاع اول ضدك بره حدودي، اذا انا محتاج جيش ومحتاج ناس هتستقر في الاماكن دي. اتحرك الراجل، طيب اعمل ايه؟ ما معيش جيش كفايه، هات يا ابني مرتزق تعال. خبرياس تاني وقال اكسلاسيوس اللي هو حاكم اسبرتا قال له ابعت لي مرتزق، وابتدى المرتزقه المره دي هم جايين هم بيتفرجوا على الخناقه، بص عايزني معاك هقبض كذا انا ورجالتي، هقبض كذا انا ورجالتي. فكل واحد منهم بقى بياخد النسبه بتاعته او الحاجه اللي هو عاوزها. طيب انا ما عنديش ثوره، ما عنديش ثروه تقدر انها تدفع لكم كلكم، اعمل ايه؟ قال له ولا اي حاجه، افرض ضرائب. فبدا يفرض ضرائب على المصريين وعلى المعابد، العواقب جت. خبرياس
قال له احنا عايزين فلوس. قال له طب ما انا بدبر لك. قال له تدبر لي ليه؟ انت بتوجع قلبك ليه؟ المعبد ده بيصرف كام؟ 1,000,000 جنيه، تخليهم 1,000 والكهنه يدفعوا هباته ومساعدات من مواردهم، بائع المحصول والمشتري يدفعوا ضريبه. يعني انا ببيع للحاج احمد ادفع ضريبه، والحاج احمد بيشتري مني يدفع، انا دفع ضريبه ده وانا دفع ضريبه شراء على اساس احقق ده. المصريين استاءوا جدا. كل ده طيب، الملك ماشي وبيتحرك، الفرس فين؟ عندهم مشاكل تعباهم ولسه بيحلوها مش فايقلنا. جمع الراجل 80,000 جندي من القوات بتاعته وخرج ومعاه 120 مركب حملة. لكن أول ما خرج فوجئ إن أخوه بيبلغ ابنه اتحرك بالقوات بتاعته، اتحرك ودخل للمعابد وفتح المعابد وصالح الكهنة وطلب منهم إعلانه ملكا، أصدر الكهنة قرارا بإعلان نختحب أو نختنبه الثاني ملكا على مصر. جيت حبي راح فين؟ طلع على صيدا وهناك قال لهم عايز أعيش عندكم. أول لاجئ سياسي في التاريخ الفرعوني راح لهناك وقعد وعجبوا المكان وعاش وترك الحب لنختحب. طيب لما راح هناك أخونا العزيز جيت حلو وعاش نختنبه التاني، هل هو كان ملك قادر؟ ألقابه بتقول كده، ميريتاوي محبوب الأرضين. بص اللقب التاني يا حاج أحمد الحلو قوي اللي خده رمسيس على فكرة، ميكي كمت حامي مصر، محبوب الأرضين اللي بيحمي مصر. خلاص أنا عايز أقول لكم إن التاني كان ناوي يضيعكم، أنا جاي أحميكم. وبعدين سهر إيب تاوي مهدئ قلب الآلهة، قلب الآلهة ابنة مهدئ قلب الآلهة اللي الآلهة راضي عنه. نختح الحب ابتدى يبعت مساعدة بطريقة حلوة. الحاج أحمد أنا عدلي ربنا ما يكتب علينا أبدا يا رب، وأنا مش قادر أقاوم، لكن عارف الأستاذ أحمد ساري بيحاربه، بس الأستاذ أحمد ساري ما عندوش إمكانيات، فببعت له إمكانيات، بزوده بديله قوة إنه يقاومه. يبقى الاثنين بيضربوا بعض وانا انا ما خسرتش حاجه غير ان انا بدفع من تحت الترابيزه زي ما بيقولوا. لكن الملك الفارسي أرتاكسركيسس الثالث المره دي كان نويها، فتحرك أرتاكسركيسس وجمع الجيش بتاعه وجمع عدد كبير من القوات وقرر انه ينتقم من المصريين. وصل لمنف نختح الحب راح على فين؟ على إدفو. وفي إدفو عاش هناك نقود في نقش في إدفو بيقول يا أستاذ أحمد السنة 18 من حكم نخت نلحرحل، السنة 18 يعني 341 قبل الميلاد، يعني الفرس ما سيطروش على مصر. ديودور بيقول ودمر الفرس ودمر الفرس المدن ودمروا حوائطها وذهب الفضه والذهب. شوفوا التعبير الحلو المؤرخين الكلاسيكيين ما قالش الذهب والفضه، الفضه والذهب، لان الفضه كانت اغلى، انا كان عندي ذهب ما عنديش فضه. فهو يبدو بينقل المصريين قالوا ذهب الفضه والذهب، وحملوا التماثيل والنصوص والتسجيلات من داخل كل النصوص، الحاجات اللي بتدون حاجات خاصه بينا كانوا بيشيلوها وينقلوها من المعبد. انهارت مصر وضاع الحكم. هل مصر انهارت؟ الحوليات الديمقراطية بتقول جملة حلوة قوي، أصبحت بيوت المصريين خاوية، ما بقاش لينا بيوت. في الوقت ده لقينا بعض المصادر بتكلمني على اسم ظهر، مين؟ خباش أو خبباش. وده بالمناسبة حاج أحمد مشكورا بعيد للمرة التانية فرصة إن احنا عملنا معاه الجزء الجريك رومان في المتحف، شفنا لوحة الوالي وقرينا عليها اسم خبباش. لما بطلميوس جه والي على مصر وكان اسمه اسمه بطلميوس ابن ليجوس كتب ان خبباش. خبباش ده من خد القاب مصرية، لقينا خبباش بياخد سنن تاتنن ستبن بتاعه، صورة تاتنن المختار من بتاعه.
الاسم ده ما جاش في اي قائمه من قوائم الملوك، لكن جه في لوحه السطرات زي ما قلت لكم، وقال بالظبط حين كان الوالي اللي هو باسم، عارفين لوحه الوالي دي لقيناها فين بالمناسبه؟ في جامع في ميضه جامع الشيخون. قال إن حين كان الوالي ينشد التبرع لآلهة الشمال والجنوب، قال لمن معه ولعظماء الدلتا، أنا بترجم لكم النص الهيروغليفي، إن الأرض المجاورة واسمها أرض وجد أعطاها ملك الصعيد والدلتا خمة باشا لأرواح بوتو ليوهب الحياة للأبد. يعني هو بيبدي في حتة ده اسمه موجود في السرابيوم على فكرة، على واحد من التوابيت في السرابيوم خباش اسمه موجود، في بردية اسمها بردية ليبي، البرديه دي بتتكلم ان بتقول في السنه الثالثه السنه الثانيه الشهر الثاني من فصل الاخط اللي هو الفيضان، قال انه الملك الوحيد اللي خرج من الصعيد. النص بيقول كده، برديه ليبي دي جت من طيبه، يعني الملك وصل لطيبه. الله، يعني كان في ملك بعد الاختحال حلو. اي نعم، في بقايا قطعه جلد لقيناها من سايس ولقينا له جعريب في منف عليها اسمه. طيب ليه مانيتون لما كتب جه عند الاختحلحب وحط خط وقال لي في السلام عليكم؟ لسبب اراهم انا دي. مانيتون من سمنود موطن الغصه 30، فعاوز يقول ان احنا اللي ختمنا. اثنين، مانيتون كان بيكتب ايام بطلميوس الثاني ويريد ان يمجد بطلميوس الثاني، وبطلميوس التالي كان كمل في حتت فيها اثار لخباش فتجاهله عشان يقول ان ده اللي عملها بطلميوس التالي. مانيتون لما اتكلم على نهايه الحكم الفرعوني حط الفرس وراه عشان يقول ان الاسكندر طرد الفرس وحرر مصر، ما حبش يجيب مقاومه بعد الاسره بتاعته. طيب خباش ليه؟ بعض الناس واغلب اخواتنا المرشدين الفوضويين بيميلوا جدا لراي واحد اسمه شتير بيقول ان هو اصله من الواحات، وبيقولوا ان الاسم الالمان يقولوا لا، مفيش في سكان الصحراء الغربيه اسم يبدا او ينتهي بخاف، يبدا بخاف الاول فيها شا شاشن، لكن ما تبداش بخا اسامي الصحراء الغربيه. طيب البعض الثاني قال لا، عارفين ده منين؟ ده من نباتة. ليه؟ قال لك المتصل المختار من بتاح ونباتة، قال لك في العصر المتأخر كان كل الملوك من أسرة 25 مرتبطين بنباتة. البعض الثالث قال ده من صعيد مصر، وقال إن هو حكم 9 سنين وانتهى حكمه سنة 324 قبل الميلاد، 334 اسف 324 قبل الميلاد، يقول السنه التاسعه من مجيء الاسكندر الى مصر، يعني بيزقوه كمان للمرحله اللي كان فيها الاسكندر. جريمان، وده يمكن اللي قريب لينا، جريمان بيقول ده من النوبه وانه ساعد بخت حتحت وهو اللي اواه، وقال ان في لوحه برلين فيها حاكم نباته اسمه نستاسيان، وقال ان نستاسيان ده، جريمان بيقول نستاسيان ده هو نفسه الاسم النوبي اللي اتحرف اللي بعد كده خد لقب منه اللي هو خباش، وقال ان هو وريث لنخت حتحب. اذا انا هنا بتكلم اقدر اقول ان انا الفرس اللي بيقول لي ان الفرس جم مصر مرتين، الفرس جم مصر بره من 525 ل 404 حكم بتقل بقوة، أنا من 486 بطاردهم لمدة 82 سنة لغاية ما طردتهم. لكن المرحلة الثانية بعد نخت حتحب أستأذنكم نعطي لمصر حقها، لأن في هذه المرحلة جاء ملك مصري احترمه الإغريق ووجدوه من الملوك العظام الذين يستحقوا أن يوضع اسمهم، وهو الملك خباش او كما ينتقل بعض الاخر خباباش. انا اعتقد ان هو من صعيد مصر، وان هو كان ملك مصري حتى النخاع، وان هو ساعد نخت حتحب، وانه كان مركز مقاومه ضد الفرس خاصه، وان لغايه 341 بقول لحضراتكم بكتب اسم مين؟ نخت حتحب في كتفه، ده كتفه اللي كان. اذا الفرس ما كانوش مهيمنين على مصر، هي كانوا بيكسروا شوكه
ظلت الامور دي لغايه 332 قبل الميلاد، لما مصر صحيت الصبح يا استاذ احمد على دخول شاب من مقدونيا وهو الاسكندر المقدوني معلنا بدايه الحكم. حاج احمد احنا بنخلص خلاص، بدايه الحكم المقدوني وبدايه دخول الاغريق في مرحله ثالثه من علاقتنا معه. المرحله الاولى في علاقتنا بيه كانت مرحله التجاره، المرحله الثانيه كانت مرحله المرتزقه، المرحله الثالثه كانت مرحله الاحتلال والتي جاء بها الاسكندر واصبحت مصر دوله تابعه لليونانيين. حكمت ام النصر ولكن ظل اليونانيون هم اصحاب السياده وهم اصحاب الكلمه الاولى. انا بشكر حضراتكم جدا. المحاضره اللي نعم اللي عاوز اسئله طبعا تحت امركم. هل في اسئله توجهي وانا شغال؟ اه في. طيب اتفضل. ماهر يقول لي طيب نختنبه وهرب ليه للنوبه؟ هرب لإدفو ما هربش للنوبه. نختنبه وهرب لإدفو ما هربش للنوبه، هو استقرار في الصعيد. خلي بالك يا استاذ ماهر، الصعيد بالنسبه لي طول عمري هو مكان اللجوء، المكان اللي بقدر استخبى فيه. الدلتا مفتوحه على مدن خارجيه، فنختلفه الثاني اتجه الى الجنوب لانه اراد ان ياوى الى مكان به المصريين. اتفضل يا فندم. في واحد كان بيسال على البير الفارسي في سقاره. البير الفارسي في سقاره دي مقبره بترجع نسخه 27 بس. طب في اسئله ثاني؟ طيب متاح مره باي وقت الاسئله تحت امر حضراتكم، حتى لو ما قدرتش يسال دلوقتي هيكون متاح ان انا هرد على اسئلتكم في اي وقت. في صفحه نقابه رحلات نقابه الجيزه موجوده على الواتساب، انا عليها ارد على اسئله حضراتكم. في صفحه النقابه ارد عليها، في نمرتي وفي صفحتي على الفيسبوك، ابعتوا على الماسنجر اي حاجه ارد عليها. سؤال جه هلحق. هل وجد بالبئر جثث؟ لا، في حدود علمي. طيب في برضه نفس السؤال اللي هو بتاع نختنبو. نختنبو الثاني يقال ان هو هرب لصحراء النوبه ملوش لا اثر ولا مقبره او منين؟ هو لم يوجد له اثر او مقبره، ولكن النقوش كلها لم تجد اي نقوش له في النوبه. النقوش كلها بتشير زي ما قلت للسنه 18، الناش الموجود في ايدفو سنه 18 من حكمه اللي هي سنه 341 قبل الميلاد. تمام كده. انا بشكركم. يا رب يا رب يا رب في شهر اغسطس نكون قاعدين كلنا قصاد بعض وتكون الغمه دي انزاحت، وربنا سبحانه وتعالى يحفظ مصر. كل سنة وانتم طيبين. سعيد جدا. شكرا مرة تانية يا استاذ احمد نور الدين. شكرا لنقابة الجيزة اللي اتاحت لنا الفرصة ان احنا نعود مرة ثانية الى الحياة، وعشان كده هنعتبر الحاج احمد نور الدين من النهاردة هو وحي الميسود، محيي او معيد الميلاد للقاء الاربع مرة تانية. شكرا وليلة سعيدة عليكم جميعا. سلام عليكم.